الذي خصنا بخير كتاب أنزل وبخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد كله وله الشكر كله وله الفضل كله وإليه يرجع الأمر كله. أحق من ذكر وأحق من عبد وأولى من شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد له، ولا ند له، ولا صاحبة له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا تتم شهادة التوحيد إلا بالشهادة له بالرسالة. جعل الله حبه من أس الإيمان وأمرنا بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإني أشهد الله أنه أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي والناس أجمعين، ويا ليتني كنت عنده لقبلته من رأسه حتى أخمص قدمه، ولحملت التراب الذي يمشي عليه فوق رأسي. فقد أخرجنا من الظلمات إلى النور، وأرشدنا إلى طريق الله. ما ترك من خير لنا في دنيانا وأخرانا إلا أرشدنا إليه، وما ترك من شر في ديننا ودنيانا إلا نبهنا عليه ونهانا عنه. فصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه، وأحينا على سنته، وآمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته. اللهم إنا آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتجعلنا في جواره في الجنة. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن نعيش في هذه الأيام ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شغلي أن أناقش في هذه الخطبة سنية أو بدعية هذا الاحتفال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب لمسلم أن يغفل عنه ساعة من نهار، فهو الأسوة وهو القدوة وهو السراج المنير. ولكني أريد أن أقف اليوم على معلم من معالمه صلى الله عليه وسلم. نحن في أمس الحاجة أن نفهمها، ثم يصبح لنا سلوكا في حياتنا بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وصف في كتاب الله بصفتين لم يوصف بهما بشر. قال الله سبحانه وتعالى: يصف خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، ويصف علاقته بكل العالمين فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والثانية هي التي أريد أن أقف معها اليوم. فخلقه صلى الله عليه وسلم الذي وصفه العظيم المطلق بأنه عظيم، هذا مما نفخر به، ولكن أتم من ذلك أن الله قصر علاقته بالدنيا كلها برحمته. قال: وما أرسلناك
إلا رحمة للعالمين. الفرق أن إنسانا قد يكون على خلق عظيم، ولكنك قد لا تحتاج إلى خلقه هذا في نفسك، تحمد له الخلق ولكنك لم تحصل منه شيئا. قد يكون كريما جوادا وأنت غني لا تحتاج إلى كرمه، قد يكون قاضيا عادلا أو إماما عادلا ولا تتحاكم إليه، قد يكون وأنت لا تحتاجه، ولكن عندما تحتاج إلى خلق ويصل إليك منه شيء فهذه علاقتك واستفادتك منه. وهذا لعل ما هو الفرق بين الحمد والشكر، أنك تحمد الشخص على خلاله ولو لم يصل منك إليك منه شيء، ولكن الشكر تشكر إذا وصلك من خلاله شيء إليك، كان كريما فأصابك، كان عادلا فأصابك عدله، وهكذا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه علاقة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا ورسالة، وليس شخصا فقط، بالدنيا كلها، لأن العالمين هو كل مخلوق خلقه الله، كل ما خلى الله يسمى العالمين، فالإنس والجن من العالمين، والملائكة في السماء من العالمين، والسماوات والأرض من العالمين، والنجوم والشمس والكواكب من العالمين، والسماء والأرض من العالمين، والحيوان والشجر والنبات والجماد من العالمين، والنبي ما أرسل بصيغة القصر والحرص والحصر إلا رحمة لهؤلاء جميعا. فكيف يكون ذلك؟ كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين؟ علماؤنا قالوا رحمة تشمل الدنيا والآخرة، تشمل الدنيا والآخرة. فلا شك أنه عندما يخرجنا من عبادة الأوثان وعبادة الذوات وعبادة الأحجار إلى عبادة الله الواحد القهار، فقد كان لنا رحمة في ديننا وأخرانا، ولكنه أيضا جاء بمنهج حياة، جاء برسالة هي منهج حياة، لو اتبعها الناس كل الناس وليس المسلمون فقط ولا المؤمنون فقط، لو اتبعوا منهج رسالته في حياتهم حتى ولو لم يؤمنوا كانت لهم سعادة في الدنيا، وإن لم يؤمنوا بها شريعة وتكن لهم ذخرا في الآخرة. هذا المعنى الذي أريد أن أقف معه اليوم، بمعنى عندما نسأل الناس نحن نفخر أننا دين عالمي، تسأل الناس ما معنى عالمية الإسلام، قل لك دين جاء لكل الناس، جاء للأبيض والأسود والأصفر والعربي والأعجمي، جاء لكل الناس، دين عالمي. قل لي بالله ما مزية الإسلام في ذلك؟ أليست المسيحية لكل الناس أيضا، فيها الأبيض والأسود والعربي والعجمي؟ أليست اليهودية كذلك؟ ألا يوجد ديانات أرضية فيها أصناف وأخلاط من الناس؟ يوجد. إذن ما هي مزية الإسلام أن نسميه عالميا؟ معنى أن الإسلام عالمي في وجهة نظري واجتهادي أنه عالمي النظم، عالمي الشريعة، عالمي المنهاج، بمعنى الناس تختط لنفسها من السياسات ومن النظم، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ما يخدم قومها وجنسها وعرقها، بل داخل المجتمع الواحد أحيانا إذا تغلب قوم خطوا من شرائعهم
ما يخدمهم ضد الأقلية الموجودة معهم في نفس البلد. يكون القوانين والشرائع والنظم الاجتماعية والاقتصادية مفصلة تفصيل على طائفة معينة من الناس. الإسلام جاء بنظم مبسوطة للعالمين صالحة للناس أجمعين، لو أخذوا بها سعدوا في الدنيا وإن لم يؤمنوا بها ويسعدوا بها في الآخرة. الفرق بيننا وبينهم أننا إذا أخذنا بها أخذنا بها للدنيا والدين، وكانت لنا نظاما في حياتنا ومنهجا لحياتنا ودينا ندين به إلى الله، نتعبد إلى الله بطاعته فيما شرع، فتكون لنا سعادة في الدنيا والآخرة. هذا الفهم فهمه أصحاب النبي من الأيام الأولى، أن هذا الدين جاء بنظام حياة ليست للعلاقة مع الله فقط ولكن للعلاقة مع الناس أيضا. انظروا لجعفر بن أبي طالب ذلك العبقري الفذ وهو يشرح الإسلام للنجاشي، شرحه بشقين لم يشرحه بشق واحد. النجاشي رجل من أهل الكتاب مسيحي ويعلم اليهودية لأنه يؤمن بالكتاب الأول وهذا دين جديد. فسأل جعفر فقال جعفر كنا قوم جاهلية نعبد الأصنام، نعبد الحجارة ونأكل الميتة. هذا القسم الذي يتصل بالعلاقة مع الله. ثم قال ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذه العلاقة مع الناس، قطيعة الرحم، إساءة إلى الجار، والقوي يأكل الضعيف. فجاءنا رجل منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فلم يأمرهم فقط بأن يعبدوا الله، قال فأمرنا بعبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحرم علينا الميتة وأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وأمرنا بصلة الرحم وحسن الجوار. شوف الجمع، جمع بين الأمرين. وهذا عين ما قاله ربعي أيضا بعد ذلك بسنوات طويلة، سأله من أنتم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هل هذا وفقط؟ لا. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا ما عبر عنه شاعرنا العظيم أحمد شوقي. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. هذا القسم المتصل بالله. ثم قال والأرض مملوءة جورا لكل طاغية في الخلق محتكم، فكسرى الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصم عم، يعذبان الناس في شبه ويذبحان كما ضحيت بالغنم، والناس يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. البلم اللي هو السمك الصغير والحوت السمك الكبير. فوصف الناس في علاقة بعضها ببعض كالأسود المفترسة مع الأنعام مع 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 البهائم، وكذلك مع الأسماك الكبيرة مع الأسماك الصغيرة. فجاء النبي ليغير هذا النظام كله. هذا هو عالمية نظم الإسلام، أنه جاء للدنيا والآخرة ويمكن لغير المسلمين أن يسعدوا به في الدنيا. كيف ذلك؟ أولا نظمنا نظم تصلح لكل زمان ومكان وتصلح لكل الناس.
سواء كانت النظم السياسية أو النظم الاجتماعية أو النظم الاقتصادية. في السياسة مثلا، الإسلام لم يعطي شكلا محددا لطريقة الحكم وشكله، إنما أرسى قاعدتين أساسيتين إذا قام عليهما المجتمع سعد في نظامه السياسي، وإن لم يقم هاتين القاعدتين شقي بنظامه. ثم ترك التفاصيل للناس. الأسان الأول أن يكون الأمر شورى بين الناس، وأمرهم شورى بينهم، لا يفتئد أحد على الناس، لا يتولى أحد رغما عن الناس، لا يورث الحكم في الإسلام، لأنه يجب أن يكون عن اختيار المسلمين اختيارا حرا، وأمرهم شورى بينهم. ثم العدل الذي به تصل الحقوق، والذي فيه يتساوى الناس أمام القانون. ثم ترك التفاصيل. التفاصيل كيف يختارون إمامهم حاكمهم، ومش لازم يكون خليفة، مش لازم نسميه خليفة، يكون يبقى رئيس، يكون يبقى حاكم، أي اسم يتعارف عليه الناس، ليست المشكلة في الاسم، المهم المسمى أن يكون للناس من يسوس أمرهم. لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، ولا صراط لهم إذا جهالهم سادوا. ترك هذا لهم. كيف تكون مدته؟ يمكث مدى الحياة 4، 8، 12، هذا يتواطأ الناس عليه ويتفقون فيما بينهم عليه، فيما يسمى بعد ذلك بالدستور. الدستور يحدد هذه الأشياء فيوافق الناس على ذلك. الإسلام لا يمانع. شكل البلاد الإسلامية، في فدرالية، في استقلالية، ينتخب كل إقليم من يحكمه، هذه أيضا تركت للناس. المهم أن يتحقق أمران، الشورى والعدل. بعد ذلك تركت التفاصيل للناس. نحن عندما لم نفهم ديننا شوهنا هذا النظام، شوه عن قصد في بدايته، عندما أراد معاوية أن يحول الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض، ثم ورث بعد ذلك إلى يوم الناس هذا، وولد في ذلك العلماء والفقهاء، أصبحنا نسمع من علمائنا وفقهائنا شرعية أن يكون الحاكم ابن الحاكم السابق، ولا يجوز لأحد أن يفتئت على ذلك. حتى وصل في نظامنا السياسي المنحرف عن الإسلام، لا صلة له بالإسلام، أن يملك أمر المسلمين طفل طفل، لأن حضرة السلطان لما مات لم يكن له من أبنائه إلا طفل. هذا الطفل يصبح حاكم على المسلمين. المفروض أن الطفل هذا هو ولي أمر الناس، فيعقدون عليه مجلس وصاية. مجلس وصاية، أتعرفون من كان سيحكم مصر والتتار على أبوابها؟ طفل أبله لعز الدين أيبك والتتار على أبوابها، لولا جرأة العز بن عبد السلام، جرأته. أنا أقول جرأته ليه؟ لأن العلماء مع كر السنين أصبح هذا هو الإسلام. الإسلام أن يكون ابن السلطان هو السلطان. فتجرأ العز وقال لقطز: اعزل هذا الطفل وولي نفسك الحاكم حتى نستطيع تقود الجيش وتحرك الجيوش. إذن ليس من نظامنا الإسلامي أن نحدد شكل، ما إحنا اللي حددنا هذه الأشكال، وأصبحنا نعطي للخلافة شكلا معينا في أذهاننا، وللخليفة شكلا معينا في أذهاننا. تحقق العدل أم لم يتحقق؟ تحققت الشورى أم لم تتحقق؟ أنا أقول أن العدل يتحقق إذا أراد القائمون عليه أن يتحقق. بمعنى، حتى ولو لم تكن هناك شريعة القرآن والحديث
وأراد الناس أن يحققوا العدل سيحققوه سيحققوه. وإن أردت بالقرآن أن تسفك الدم البريء تستطيع. المشكلة من سيحكم ومن سيستدل بالقرآن؟ أتعلمون أن في وقت من الأوقات في الستينات كان في حيثيات حكم الإعدام على علماء أكابر مسلمين موحدين من حيثيات الحكم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لمفسر للقرآن وعلماء من الأزهر قدموا على المشانق بهذه الآية: إذا أردت الظلم يمكن أن تظلم بالقرآن والحديث إن أردت، وإن أردت العدل يمكن أن تعدل ولو لم تعرف القرآن والحديث. الإسلام يريد العدل ويريد الشورى، والأشكال التي يتم بها العدل والشورى تركها للناس. لو ذهبنا إلى الدنيا كلها وقلنا لهم هذا نظامنا السياسي لقبلوا أيدينا وأرجلنا وأخذوه منا، ولكن لو ذهبنا إليهم وقلنا لهم نظامنا السياسي طاعة ولي الأمر وإن جلد الظهر وأخذ المال، يقول لك خليه عندك اسعد انت به مش عايزينه. ها نظامنا السياسي ألا ننازع الأمر أهله ونسمع ونطيع ما لم يأتي بكفر بواح. والله ما هم هيأتوا لك بكفر بواح أبدا، هيخربوا البلاد وهيصلوا معك في الصف الأول. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيصلي في الصف الأول، على فكرة لم يتخلف عن الصف الأول، ومات كافرا ومات منافقا. القضية بحكم من الله؟ ده بالعكس، دايما الواحد منهم ما بصليش وبيشرب خمر وعشان يثبت ملكه بيجي يصلي ويحتفل بمولد النبي كمان. ايش المشكلة يعني؟ ما فيها مشكلة، عمره ما هيجي لك، بمعنى مهما يفعل انت لا يمكن تغيره لان ما عندكش آلية التغيير. ولذلك العنف نشأ في الأمة الإسلامية ليه؟ لان ما فيش آلية التغيير، مش واضحة مش معروفة. طالما ما جابش بكفر بواح اسمع وطيع، ياكل مالك يضرب ظهرك اسمع وطيع. طيب انا مش قادر اسمع واطيع، يبقى هيقع السلاح. وبعدين لو مسكك قبل ان تتغلب عليه يقتلك شرعا، واذا انت تغلبت عليه اصبحت الطاعة لك لانك الحاكم المتغلب. قدموا النظام السياسي ده للعالم خليه يضحك علينا. يعني انا بالامس كنت اقتل شرعا واليوم لي الطاعة لأني تغلبت. لو انهزمت أقتل شرعا، ولو تغلبت لي الطاعة طاعة الحاكم المتغلب. أي نظام هذا؟ احنا بنضحك على نفسنا ولا على العالم؟ هذا ليس من نظام الإسلام، نشوهنا الإسلام. نظام الإسلام نظام يقوم على أن نواجه بكل ما نستطيع ذلك الحاكم ونقومه، ولا سمع له ولا طاعة إذا كان يعصى الله فينا. فما بالكم لو كانت سياستهم خربت البلاد والعباد وسلمت بلادنا لأن تصبح خرابا يا بابا. إنكم عندما تنظرون الآن في حلب وفي سوريا وفي الموصل وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي كل هذه البلاد أصبحت خرابا يا بابا. لماذا؟ ما السبب؟ السبب هذه الطغمة المجرمة وعلماء السلطة اللي عندنا القرآن والسنة جاهزة تدهم ان ده الحكم السياسي الرشيد. إذا انتم الخلفاء الراشدين؟ لا هم مش الخلفاء الراشدين. انا شرحت هنا من قبل، انا بركز على النقطة دي لان مصيبتنا كبيرة في عرض ديننا على الناس. قلت من قبل عمر بن عبد العزيز هذا الرجل تقي ورع راشد عادل لا أستطيع أن أقول فيه ببنت شفاه. هذا رجل تقي ورع ملأ الدنيا عدلا، نعم، لكنه لم يأتي بنظام إسلامي. أرجو ألا تنصدموا في هذا الكلام، لم يأتي ولا أعده خليفة. البعض الناس يقولون خليفة الخامس راشد، خامس لا لا ليس خليفة الخامس راشد، لأن الخليفة لا يتوقف على شخصه، لا يتوقف على شخصه لكن يتوقف على النظام الذي يحكم به. إن عمر بن عبد العزيز جاء بوصية سليمان ليس للمسلمين دخل فيه، لم يختروه،
حكم 30 شهرا، ملأ الأرض عدلا. وبعد ما مات ماذا حدث يا أخي؟ بعد ما مات مباشرة، يوم ما دفن عمر بن عبد العزيز، ماذا حدث للأمة؟ تولى عليها يزيد بن عبد الملك. ماذا فعل يزيد بن عبد الملك؟ أعد مظالم بني أمية أضعاف. عارفين العقد بتاع فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز لما أخذه منها ورعا وجعله في بيت المال؟ قبل العصر يوم ما دفن عمر بن عبد العزيز، ذهب يزيد وحمل العقد من بيت المال وقال لها يا فاطمة خذي عقدك اللي أهداه لك أبوك عبد الملك واللي نزعوا منك عمر بن عبد العزيز. لولا أنها كانت امرأة تقية ورعة قالت ما كنت لأرغب عنه في حياة عمر وأرغب فيه بعد موتي. رجع زي ما عمر أراد أنه يكون في بيت المال، لكن لو أحبت أن تأخذ لأخذته. وكل الحلم الجميل اللي عاشته الأمة 30 شهر مع عمر بن عبد العزيز أمت على مصيبة تولية يزيد. أتعرفون أن النظام الذي جاء به عمر هو الذي قتله؟ عمر مات مسموم، مات مقتول. لماذا؟ سبب واحد من الخوارج كان عنده لسان لبق. قل له يا أمير المؤمنين لمن سيكون الأمر من بعدك؟ قال له ليزيد. قال أتراه يا أمير المؤمنين كفأ للخلافة؟ قال لا. قال وكيف تعطيه الخلافة؟ قال أوصى له بها من أوصى لي، أنا ماشي في نظام سليمان كتب لي وهو في نفس الكتاب وليزيد بن عبد الملك من بعده. قال له يا أمير المؤمنين لو أن رجلا أعطاك أمانة، انظر لهذا الرجل الخارجي من الخوارج بس يعني عنده حجة. قال له يا أمير المؤمنين لو أن رجلا أعطاك أمانة ثم قال لك أن تعطيها لغير صاحبها، هل تنفذ وصيته أم تعطي الأمانة لصاحبها؟ قال لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أعطي الأمانة لصاحبها. قال أعطاك سليمان الخلافة أمانة ثم أمرك أن تعطيها لغير صاحبها وهو يزيد، فماذا أنت فاعل؟ قال إن شاء الله أعطيها لصاحبها. يعني إيه؟ يعني سرجع الأمر شورى للمسلمين مرة أخرى. فدس له بنو أمية السم في الطعام مباشرة لما عرفوا أنه فكر يعمل كده، مباشرة هم اللي دسوا له السم مباشرة، وقتل في ليلته عمر بن عبد العزيز. إذن عمر بن عبد العزيز على الرأس، لكن النظام اللي جي فيه عمر مش إسلامي بالمرة، لا هو تولى إسلامي ولا لما ذهب ترك لنا إرثا إسلاميا نستطيع المسلمين أن يختاروا إمامهم من بعده. يبقى نحن عشنا على فكرة أن العدل والشورى منحة من الحاكم، نحن عشنا على فكرة الشخصية الكبيرة. أما تيجي سيرة القدس فتحها عمر وحررها صلاح الدين، فمن لها الآن؟ كلنا فكرة الشخص، والفكرة دي نمت عندنا المهدي المنتظر ونمت عندنا عيسى ونمت عشان الأمة تسق إلى ذبحها قبل أن يأتي المهدي وقبل أن يأتي عيسى. أمة كلها تتحرك، النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أفضل 1,000,000 مرة من المهدي ومن غيره، ربنا سبحانه وتعالى قال له هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. موسى الكليم القوي ما استطاع أن يفعل شيئا، مات موسى وهو مهموم على بني إسرائيل، ما استطاع أن يفعل شيئا، قالوا إنا لن ندخلها ما داموا فيها، خلاص انتهت. يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فانتهت القضية. موسى يعمل إيه يعني؟ موسى ولا المهدي؟ موسى ولا المهدي؟ موسى ما قدرش يعمل حاجة. أقول لك من لها الآن؟ والله صلاح الدين لو جه الآن له متهم بالإرهاب ومحطوط في السجن ونصكم هيقولوا إنه إرهاب، إيه رأيكم؟ والله نصكم هيقولوا إنه إرهاب لو طلع صلاح الدين اليوم. يا أخي صلاح الدين ولا غيره حركة مجتمع مش حركة فرد. نحن نريد أن نعيد قراءة ديننا لنفهم. أنتوا عارفين الصلاة هذه؟ الصلاة هذه اللي أنتوا بتصلاها 5 مرات في اليوم بتمثل نظامنا السياسي. الجماعة، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. الإمام واتباعه
لابد من اتباع الإمام ولا يتبع إذا أخطأ. دي تفاصيل فقهية ماليش دعوة لها، لكن لو قام يجيب الركعة الخامسة ما تقومش، اجلس بس ما تفرقوش، سلم وياه لما ينزل، رد عليه، استفتح عليه، اللي وراه يبقى قوله النهى، واحد يعرف يتم الصلاة لو حصل له شيء أو يرد عليه لو حصل له كذا، اللي وراه يبقى منقول النهى، تمام؟ يبقى يختاروا إماما له مواصفات يستطيع أن يقيم الصلاة والجماعة والطاعة وإصلاح عيبه إذا أخطأ، فلا طاعة له إذا أخطأ، وأن يكون الإمام رحيم بالناس كما يطالب الإسلام الإمام أن يكون أبا للناس. لو أردت أن أفصل هل تحتاج خطبة الوحيدة حتى تبين نظامنا السياسي والاجتماعي الذي نؤدي خمس صلوات في اليوم، خمس صلوات في يوم بنؤدي نظامنا بشكل مصغر، تدريب مصغر يوميا عن النظام السياسي في الإسلام، ومع ذلك إحنا غافلين عنه، مش فاهمينه، مش قادرين نستوعبه، إن هذا يجب أن يخرج لحياتنا. النظام الاجتماعي في الإسلام، النظام الاجتماعي يلخص قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. هل تشقى المجتمعات؟ هل تشقى إلا بذلك؟ المجتمعات كلها، ايه المشكلة الموجودة في أرقى بلاد الدنيا، أقدم بلاد الدنيا ديمقراطية، ايه المشكلة الموجودة؟ ما المشكلة التي نعانيها نحن المسلمين في هذه البلاد؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة الحقيقية القوانين والتشريعات، لا النظام الاجتماعي، لأنك أقلية، ما انتش من الأبيض، ما انتش الريدنيك وغيره، تمام؟ وعلى هذا قامت الدعاية الانتخابية للرئيس المنتخب، وعلى هذا على الأمة المسلمة، على الأقليات كلها أن تتكاتف وتتعاون لتقف ضد هذه العنصرية المقيتة التي ستواجهها في كل شيء، مش هتواجهها في المحاكم، هتواجهها في كل مكان مع الشرطي، مع 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 تواجه العنصرية. العالم يشقى بهذه العنصرية، فجاء الإسلام ليقول لا عنصرية ولا فضل لأحد في المجتمع إلا بقيمته وما يفيد به المجتمع ومكانته عند الله. أتقاكم ليس أكثركم صلاة وكذا، أكثركم نفعا للناس، تقوى مع الله ونفع للناس، كما قال شاعرنا: نزيل الفوارق بين الشعوب ونرسل المساواة بين البشر، فسلمان منا ومنا صهيب ومنا بلال ومنا عمر. فهذا بلال ما كان يحلم أن يجلس رأسا برأس مع سادة قريش، ثم نأتي نحن الآن ونقول سيدنا بلال وسيدنا صهيب وسيدنا سلمان، بل إن النبي رفع سلمان مكانا عليا عندما قال سلمان منا أهل البيت، أشرف بيت في مكة، أشرف بيت في العرب، أشرف بيت في الأرض، ابن عبد المطلب بذاته من غير النبوة، من غير النبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أنفس بيوت العرب. عبد المطلب لم تعرف العرب في تاريخها سيدا شريفا سياسيا بارعا مهابا في مكة كلها مثل عبد المطلب. عبد المطلب رمز السيادة في مكة. النبي يقول سلمان منا أهل البيت، مش كده وبس، سيدنا عمر لما مات سالم مولى أبي حذيفة، مولى عبد مولى لأبي حذيفة، ماذا قال؟ قال وددت لو أوكلت الأمر إليه. الله أكبر، سالم يبقى أمير المؤمنين، لأنه أكفأ لها، أكفأ لها. وأقول لكم، وهذه يرد بها على الشيعة اللي بيقولوا اغتصاب، أبو بكر ما يعرفش يغتصب من علي الخلافة، ما يقدرش، ما يعرفش ليه؟ لأن قبيلة أبو بكر من أذل أحياء العرب، العرب كانت تقول يقضى الأمر في غيبة تين وإذا حضروا لا يستأمروا. هذه قبيلة على الهامش في قريش، قريش كانت لا ترى السيادة إلا في اثنين بس، بنو هاشم وبنو أمية، بنو عبد شمس،
فقط. وابو سفيان ما كانش هاضم حكايه ابو بكر هذا، وبيقول لسيدنا علي: ايجعل الامر في اذل حي في العرب؟ تقدم انت، احنا نرضى ببني هاشم. فضحك سيدنا علي وقال له: انت لسه على القديم. ابو قحافه ابو سيدنا ابو بكر يقولون له: اتعرف ان ابنك اصبح اميرا على المسلمين؟ الرجل لسه مسلم جديد، اسلم في الفاتح. قال: ورضي بذلك بنو هاشم؟ قالوا: نعم. وبنو عبد شمس؟ قالوا: نعم. قال: هذا امر عجيب، دي حاجه جديده في العرب، حاجه جديده خالص في العرب، ان تيم يبقى امير العرب منهم، يا هذا جديد. لانه اكفاهم، لانه افضلهم، مش لازم تكون بني هاشم وبني اميه، طالما مش كده وبس. والخليفه الثاني ايضا ما هوش من عيله كبيره في قريش، سيدنا عمر من بني عدي، لا يستطيع ان يسامي في الشرف لا بني هاشم ولا بنو اميه. فيه حديث في البخاري هقول لكم عليه، بس ما تفهمونيش غلط. حديث في البخاري يقول ان سيدنا معاويه وهو رايح ياخد البيعه ليزيد، لقى عبد الله بن عمر داخل كده في المجلس، في المجلس، ففكر ان عبد الله بن عمر بيفكر في ايه، يفسد عليه الحكايه دي. فقال: من كان يرى ان له حقا في هذا الامر فليطلع لنا قرنه، فلا نحن احق بها منه ومن ابيه. مين ابو عبد الله بن عمر؟ عمر بن الخطاب. طب ايه رايكم ان معاويه كان بيخاف من عمر اكثر من يرفق غلام عمر؟ ما بيخاف من عمر، ايه رايكم؟ وان معاويه لا يستطيع ان يقول في الناس انه اكفأ من عمر ولا اولى به من الخلاف. انما معاويه لم يقصد هذا نهائيا، لم يقصد علاقه شخصيه بينه وبين عمر، انما اراد ان يقول اننا بنو اميه اولى بهذا الامر قياده وسياده من بني عدي. هذا هو ما يريده، وهذا اول تقرير في تاريخنا السياسي لحكم الاسره، اول تقرير يسمعه الصحابه في حكم الاسره ان بنو اميه اولى بالحكم. هذا اول تقرير ذكره البخاري في صحيحه، ذكره ده مش من عندي، من عند البخاري في صحيحه. إذن حتى بني عدي الخليفة الثاني ما هوش هو أمر السيادة، لكنه أكفى، المسلمين رضوا به جدا وكانوا يجلونه ويعلون مقامه. وأنا في شخصي في تقديري أنا ورأيي، وأنا عملت عليها خمس خطب: عمر رجل الدولة، لم تعرف الأمة الإسلامية رجل دولة بكل مقاييس رجل الدولة مثل عمر بن الخطاب، بكل مقاييس رجل الدولة، لكنه لو حطيته في حكم الأسر يضيع جنب بني هاشم وبني أمية. وضحت يا إخوان؟ نظام اجتماعي من أرقى ما يكون تسعد به البشرية. النهاردة أمريكا بتعمل حاجة خرافية في أسود كبقى رئيس، كانت حاجة خرافية مش مصدقة. ليه؟ لأنه ما فيش الهدف. لكن عندنا المماليك كان لهم دولة في الشرق قبل 600 سنة من حكم أوباما لأمريكا، المماليك العبيد حكموا وكانوا هم اللي بيمسكين الخلافة في العالم في الشرق، المماليك عبيد يعني. إذن نظام الاجتماعي من أرقى ما يكون، ونظامنا الاقتصادي من أرقى ما يكون، نظام يحرم الربا، يحرم الاحتكار، يحرم أنواع البيوع المغشوشة، يأمر بتداول الأموال وعدم كنزها، ويضع على كنزها وإن كانت من مالك حلالا يضع على كنزها أشد العقوبات. لما حصلت الأزمة الاقتصادية في أوروبا وغيرها قالوا لابد أن نقرأ القرآن ونقرأ شريعة محمد. على أي حال، اللي حتى تعرفوا قانون الفرنسي أخف كثيرا من مذهب الإمام مالك، كثيرا من مذهب الإمام مالك قانون الفرنسي. ووجدوا عند جيفرسون هنا وهم بيكتبوا الدستور الأمريكي نسخة للقرآن مترجمة، ونصحوا وهم يكتبون الدستور الأمريكي في سنة 1770 أن يأخذوا من القانون الفرنسي ويتعلموا من الشرائع الإسلامية لأن فيها خير كثير. نظام اقتصادي، احنا لو عندما نبرز الإسلام بنظمه العالمية سيكون بحق رحمة للعالمين، وآخر دعوانا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. حتى أنهي أريد أن أقول شيء. نحن إذا أردنا أن نقدم الإسلام لا نقدمه من خلال كتب مكتوبة، بمعنى نحن نريد أن نثبت أننا رحمة للعالمين كما كان رسولنا رحمة للعالمين، بمعنى أن يصل الناس منا خير. ما عادش ينفع الآن نناقش ينفع ندي لغير المسلمين صدقات ولا لا، نعمل للفقراء اللي حوالينا نساعدهم ولا لا، ما ينفعش نناقش هذا الأمر، لأن عقيدتنا تقوم على النافع. الناس لو ما شافتش منك نافع مش عايزة تسمع منك إسلام ولا دين ولا عايزة تسمع منك حاجة. ربنا نفسه سبحانه وتعالى لما أراد أن يعبد قريش ذكرهم بنعمه عليه، بمعنى أن النعم وصلتهم وهم كفرة أولا، ثم ذكرهم به لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم هم كفرة ولا كانوا مسلمين؟ أطعمهم وهم كفر، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ودي المسوغات اللي قالها لكل الأنبياء. سيدنا إبراهيم يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم. اقرأ من ده بقى، القرآن مليان. الذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل ذبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. احنا عايزين نكون عندنا نفع للناس وبعدين بكلمه على الإسلام، إنما احنا بنعمل إيه الآن؟ شغلتنا الشاغلة، بدل ما ندي نفع للناس والناس تشوف فينا خير ونشارك في الحضارة ونشارك في المجتمع ونفعل ونندمج في المجتمع، احنا عايزين ندهم كتاب عن الإسلام بعدها مباشرة نقول أقمنا عليهم الحج. هم الآن كفر من أهل النار، يا ريتهم ما عرفوك يا أخي، جايز كانوا يبقوا من أهل الفترات. انت رحت اديتهم كتاب دخلتهم النار، ده بدهم خير الأول، عرفوا ان فيك خير وبعدين قولوا الإسلام. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا للناس رحمة، وأن يجعلنا لخلقه نافعين، وأن لا يجعلنا نقمة على العالمين. إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم جاز عنا نبينا محمدا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تحرمنا من شفاعته يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من شفاعته، اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا حبه وحب آل بيته وحب أصحابه، اللهم ارزقنا حب أصحابه وارزقنا حب الصالحين وحببنا إلى الصالحين، اللهم ارزقنا حب الصالحين وحببنا إلى الصالحين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، ارفع الهم والغم والكرب عن بلاد الإسلام أجمعين، عن إخواننا في سوريا وفي حلب وفي العراق وفي الموصل وفي فلسطين وفي غزة، وحرر المسجد الأقصى الأسير، وفي ليبيا وفي مصر وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كل بلاد يستضعف فيها المسلمون. اللهم ارفع عنهم هذا الهم وهذا الغم والكرب، وأذن بالأمن والأمان والخير والسلام على بلاد الإسلام جميعا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم، صلاتكم تكتب أثر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا